أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن هجوم بأسلحة تحتوي على مواد كيماوية في السراقب. قالت مصادر طبية وحقوقية إن نحو 30 شخصا أصيبوا باختناقات. وقالت المنظمة إن الغاز السام استخدم في منطقة ما بين ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي بالقرب من موقع إسقاط مروحية روسية شمالي سوريا، وقالت إنها بصدد التدقيق في هذه التقارير. عبر سكايب مباشرة من ريف إدلب ينضم لنا عبد الله جذعان الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة. عبد الله مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني هل تؤكدون هذا القصف إذن الآن بالغازات السامة كما أفادت الأخبار والتقارير والتي قالت المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عنها بأنها يجب تأكد منها؟ هل تؤكدون ذلك والحالات التي سجلت إلى الآن؟ نعم سيدتي، يعني بالفعل مدينة سراقب تعرضت لقصف من الطيران المروحي السوري الذي قام بإلقاء براميل أو أسطوانات متفجرة تحتوي على مادة الكلور السامة. سقطت الأسطوانات، طبعا كانت 8 أسطوانات سقطت وسط المدينة، خلفت 28 حالة اختناق، كان بينها 10 نساء و8 أطفال والباقي كانوا شباب ورجال. طبعا هناك صور، هناك فيديوهات موثقة هذه الحالات، حالات الاختناق جراء هذه الغازات التي ألقيت عبر الطائرات المروحية طبعا بواسطة الأسوانات المتفجرة. هناك أطباء شهود عيان على هذه الحادثة وعلى حالات الاختناق التي وردت إلى المشاهد الميدانية المتواجدة في المنطقة. طبعا هذه المواد لم تلقى اليوم أو أمس، وإنما كانت قبل يومين أو 3 أيام عفوا، عندما تم إسقاط طائرة حربية روسية في الريف الشرقي لمحافظة ادلب او في الريف الشرقي الجنوبي لمحافظة ادلب. كما قلت يعني سجلنا 28 حالة اختناق، 10 نساء وهذا ما يدل و8 اطفال، هذا ما يدل على ان الاستهداف كان لمدنيين واماكن مدنيين ومنازل سكنية داخل هذه المدينة. نعم. طيب من خلال الاعراض ماذا ظهر على المصابين غير حالات الاختناق، وهل تبين نوع الغاز السام الذي تم القصف به؟ نعم سيدتي، بالنسبة للغاز كان غاز كلور السام بناء على كلام يعني الأطباء المتواجدين في المشاهد الميدانية في تلك المنطقة، منطقة سراقب. طبعا بالنسبة للحالات كانت حالات تدل على أن الغاز المستخدم هو غاز كلور السام الذي تم استخدامه طبعا في مرات، عدة مرات في السنة الماضية. طبعا هذه السنة لأول مرة استخدم غاز كلور السام، لكن في السنوات الماضيه تم استخدام هذه الماده عده مرات، وحتى بالنسبه لفرق الدفاع المدني تاكدوا بان هذه هي ماده كلور السام. يعني بالنسبه لفرق الدفاع المدني اصبح لديهم خبره كبيره في هذا المجال، ايضا بالنسبه للاطباء المتواجدين في المشاهد الميدانيه، وخاصه يعني بالنسبه للحديث عن المشاهد الميدانيه، اغلب المشاهد الميدانيه في مدينه سراقب قصفت بشكل كامل من قبل طيران الحرب السوريه والروسي، ما سبب في خروجها عن الخدمه، لذلك كان هناك مشاهد صغيره ميدانيه في هذه المدينه. وكما قلت لك يعني هناك اطباء يؤكدون هذه ان هذه الماده تم القاؤها من الطائرات المروحيه. نعم. طيب وضع المستشفيات الميدانيه، وضع يعني الاسعافات الاوليه الان في ظل هذه الحالات لربما متابعه حالات الاختناق وحالات المصابين. سيدتي بالنسبه للمشافي الميدانيه حقيقه امكانياتها ضعيفه جدا، يعني لا تستطيع القيام بمثل هذه الحالات او لا تستطيع اسعاف هذه الحالات، لذلك اغلب الذين يتعرضون لهذه الحالات يتم اسعافهم من المشافي الميدانيه او عفوا المشافي على الحدود سوريا تركيا. يعني بشكل عام كل المشافي الميدانيه اصبح هناك تخوف من الاهالي الدخول الى هذه المشافي خوفا من استهداف طيران الحرب السوريه والروسيا. كان اخر المشافي التي تم استهدافها هي مشفى التوليد في مدينه كفر تخارين في الريف الشمالي، وقبلها مشفى اطباء بلا حدود والمشفى الوطني، وخروج جهاز الطبق المحوري بشكل كامل عن الخدمه في المشفى الوطني في مدينه ادلب الذي كان يخدم اكثر من 2 مليون نسمه في محافظه ادلب. يعني بالفعل هناك تخوف من الدخول الى هذه المشافي خوفا من استهداف الطيران الحربي السوري والروسي. هناك ضعف بالامكانيات، ضعف بالاختصاصات، بالمعدات الطبيه، وحتى ضعف بالادويه او نقص في الادويه. كما ذكرت لك اغلب هذه الحالات يتم اسعافها الى المشافي على حدود سوريا تركيا، ومنهم من يتم العبور به الى تركيا. نعم. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا عبد الله الجذعان الناطق باسم المكتب الاعلامي لقوى الثوره، كنت معنا عبر سكايب مباشره من ريف ادلب، شكرا جزيلا لك.